بالنسبة للموضوع هذا يا ساعة، أولا الاحتكار وفي عنده مد توا وليت حاجة دارجة في البلاد، أي عطار كان عنده سلعة طماطم مقدمة ولا كذا يخباها ويقول ما عنديش، على أساس اليوم بعد شهر آخر بيزيد في السوق السلعة موجودة يخبيوا فيها اللحمة انتية، ما هوش الاحتكار الكبار. لا كل حانوت عنده دبو راه، ها نوريك أنا عندنا دبو فيها معبي بالعظم، ايش نوريك ايش شوف ايش شوف الباب معبي بالعظم، ما يبيعش العظم عليه ما يبيعش العظم، يحب يزيد فيه فهمت فازا كيفاش جيت او هي هكاك الاحتكار في البلدان الكل مع تو الحرب نتاع اوكرانيا وداخله بعضها. لكن احنا التوانسه في بعضنا سقاط بالله يعديها الكلمه هذه، احنا في بعضنا التوانسه ما نحبوش بعضنا، نعم شي معناها هذاك يبيع في يخبي في الحانوت من تالي وما يبيعش للزوابل ولا العباد فهمني باش يبيع للريستورون ويبيع الواحد وتخلي ما فهمش. لا فما نقص في الرقابه حسب رايك انت؟ ما فماش رقابه من اصله، سلاع موجوده، نحن رانا من اكثر العباد نعملوا زيت ونعملوا دقله ونعملوا السكر ستور السكر، عندنا وعندنا القمح وعندنا خيره ربي كل ممكن نخبيو فيهم لحوانتي كل حوانتي هابط كميون نحطهم في الدب من تالي ولا في دار، وجي تصحى عندك زيت قول له كلها ما جابوناش، هو عنده زيت راه